معنا اليوم سيدة جينا متى رزوق وسيد وسيم وهبي، أهلا وسهلا فيكم. سيدة رزوق المديرة وقائدة الفرقة بجوئة البلبند للغناء الشرقي، شكرا لوجودك معنا أهلا وسهلا فيك. وسيم عضو بالجوقة وكمان مسؤول بالجوقة، هالجوقة يلي عندها نشاطات عديدة ونشاطات كثيرة، منها تكريم للفنان الكبير إلي شويري ب 22 أدار بجامعة البلمند بالكورة، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك، ميرسي. يعطيك العافية مدام رزوق، يعني فعلا هالقد عندكم نشاط قوي بالبلمند، هالقد دايما الموسيقى هي أولوية كأنه ودايما كأنه كل مع المعروف أنه جامعة البلمند عندها كثير من الاختصاصات، ولكن بتبقى الموسيقى موجودة دايما ومرافقة دايما طلاب الجامعة وطبعا الناس يلي بيحبوا يترددوا على هالجامعة. خبرينا شوي عن الجوقة. جوقة الغناء الشرقي بجامعة البلمند تأسست من زمان، يعني من 1998 وبعدنا مكملين، بتتألف من طلاب الجامعة ومن الخريجين. كل سنة عندنا نشاطات، أول شيء الأعياد مثلا ميلاد الاستقلال بنعمل حفلات، لكن هالمرة 22 أدار رح نحكي عنهم بالتفصيل، بس 22 أدار تكريم خاص للفنان علي شويري. نحن كل سنة بنعمل تكريم لفنان، هالمرة عملنا تكريم للأستاذ إلي شويري. كقائدة فرقة قد إيه يعني مثل فنان كبير مثل إلي شويري لأعضاء الفرقة؟ يعني شو بدي أحكي عن الفنان إلي شويري اللي أغنى الموسيقى الشرقية بموسيقته الحلوة، يعني الغنية عد في تنوع بالنغمات وبالإيقاعات، وحتى هو كرمناه كممثل أول بمسرح الرحباني كبي الغنية الوطنية كمان، ويعني أغانيه بدها توصل على كل الدول العربية وين ما كان يكرمه. واجبتنا تكون يعني بقية بالذاكرة ونرجع نعيشها بالذاكرة، أغاني مهمة بهالمستوى وبعده عم بيعطي. وسيم كشباب انتو فنان مثل إلي شويري بتعرفوه؟ بتعرفوا الريبرتوار تبعه؟ بتعرفوا أغانيه وأعماله؟ بالحقيقة أنا كوني بحب الموسيقى وبحب هيدا النوع من الطرب القديم الشعبي واللبناني بالذات الحلو، عندي كان اطلاع على جزء من الأغاني اللي عملناها بالريبرتوار تبع الحفلة، بس الجزء الأكبر ما كنا منعرفه لا أنا ولا زملائي. يعني كان اكتشاف وكان شيء خبرة كتير حلوة، لأن فعلا شيء نحن منغتني فيه كوننا عنا الموهبة أو منحب نغني، شيء كتير بلس لقلنا أنه نتعلم هيك أغاني. وسيم كعضو بالجوقة، يعني خبرنا عن الجوقة من وجهة نظر الأعضاء يلي مشاركين، يعني غير انت واقفه من غير مال مدام رزوق. الجوقة نحن تنكون جوقة محترمه ومظبوطه لازم، يعني الشيء الاساسي لازم يكون عندنا هو روح التعاون. نحن تنطلع عمل حلو لازم نكون نحن بنحب بعضنا اكيد وعندنا هيدي الروح الحلوه. التمرين بده يكون مكثف جدا لحتى نطلع عمل على مستوى رفيع اللي نحن تعودنا عليه، وخصوصي اذا عم نكرم فنان وبحضوره لازم تكون على المستوى اللي المطلوب. بس يعني جوقة يعني روح جماعة، يعني التزام، يعني التزام ما في ويعني تعب ويعني شغل متواصل، هذا شيء أساسي يطلع الشغل حلو. ليش الفنان إلي شويري السنة اخترتوه؟ يعني مين أولى منه فنان عظيم مثل إلي شويري؟ نحن تقريبا أنا ما فيني أقول تكريم، لأنه شو ما عملنا ما بنقدر نكرمه هالفنان الكبير، هي تحية له، بس نرجي شو هالجيل الجديد كيف بغني له وقديش بحبه، بالجمهور وقف غنى بالمسرح، الجمهور وقف كله، صار هو الكورال. كثير كان شيء حلو. حفلة من هالنوع بترجع بتخلي الناس يعبروا. لكن مبدع. نعم. خلينا نشوف فيديو بخبرنا أكثر عن هالحدث. I'm
الواحد بيعرف بالآخر قديش الناس بتحبه يعني بيكتب حياته إلهم. ما في أغلى من محبة الناس. صدقوني مش عبالغ إذا قلت فضلكن على كل عبقري وكل فنان وكل مخترع وكل طب. انتو الناس البسطة اللي ما نكون هينين ابدا. انتو اللي بتخلوا الناس تتعلم تحب تتحبكم. فنينا وعرفوا ما قصدنا والنار عم تاكل ما حصدنا. غنينا وعرفوا ما قصدنا والنار عم تاكل ما حصدنا. لا تقول مسكين ما حدا مسكين. قول ما سمعت طار يا بلد. رائعة فعلا وجود عن جد شو الحضور الرائع لأستاذ إلي شويري وشهالصوت يعني التامر يلي ما بتخطئ يخطئ دغري ما في أجمل من هالصوت تقدري تعرفي طبعا كان في الأوركسترا كانت كاملة وموجودة إيه كان قائد الأوركسترا الأستاذ بسام بدور مايسترو وطبعا جامعة البلمند يعني مشد لها بتشجيع لها نشاطات من هالنوع إيه نحن بدنا نشكرهم كلهم بشخصها الدكتور إلي سالم وكمان القسم شؤون الطلاب دكتور توني جرجس والبابليك ريليشن كمان ست غنى أميوني نعم. كلهم اللي شجعونا ويعني أي شيء منطلبه هني كانوا مستعدين يأمنوا. وسيم جاي باسم الجو خلينا نسمع شيء منك رح سمعكم غنيتي اللي غنيتها بالحفلة بلد الحبايب يا بلدي. تفضلي تفضل. يلفي كيربي والأبطال سياجك عالي وما بينطال بليل العتم الليل طال بيضوي قمرك يا بلدي يا مينا بحري يا نجمي مضوي يا بلد حبيبي يا بلدي. وسيم قد ايه فخوره مدام رزوق بالتزام هالجو او باصواتنا هالنوع جانن وهالشباب وهالصبايا كثير ملتزمين واصواتهم حلوه وبيقدروا الفن الاصيل كلهم بيغنوا يعني الاشياء اللي عندها القيمه نحن بدورنا كانوا كثير كمان عم بيشاركوا مندفعين بكل شيء بدورنا اكيد يعني الشكر الاكبر قد ما نشكر يعني ما بنعطيها حقها للمدام جينا اللي هي اللي بتسهر تتعب علينا حتى تطلع منا هيدا الشغل الحلو تسلم وسيم طبعا ايفنت من هالنوع اللي شفناه هلا بياخذ شغل كثير بياخذ تنظيم كثير مش بس تدريبات على حتى اخراج معنا اخراج مايا نعمي ومعنا كمان ناس متخصصين بالاضاءه وبالصوت مسيو سيمون سمو الحاج كان جروب متكامل يعني متكامل نعم طبعا حفله كثير حلوه اكيد كل الحضور كان مبسوط يرجع يسمع كل اغاني استاذ إلي شويري وباصوات شباب وصبايا صغار قادرين انه يكونوا عندهم هالروح ويقدروا يقدروا هالنوع من الفنون ونحن بالحقيقه كثير انبسطنا بتفاعل الاستاذ إلي شويري معنا يعني ما كنا كثير خايفين انه هيدا اول تكريم بيصير بالجامعه بحضور المكرم يعني كان نحن هاجسنا وخوفنا انه نطلع على المستوى المطلوب كونه موجود معنا واسم الله عليه يعني بعده بقمه نشاطه
فكان ردة فعله كثير حلوة من خلال شو عمل على المسرح وشو كيف شجعنا، وبالنهاية كثير كان مبسوط وشجعنا لنكفي بعدين. شكرا لكم، تحية لكم لجامعة البلمند. نحن رح نتابع مع المشاهدين لايف بعد شوي. وقفتنا هي مع ليجندز، والأسطورة اليوم هي إيمان حمصي عازفة القانون الراحلة. رح نحكي عنها بالتفصيل مع زوجها السيد جابي المر.